انتشرت ظاهرة في بلدنا وهي وضع عجلات السيارات فوق سطح البيوت قصد دفع العين كما يزعمون، فما هي النصيحة؟ هذا لا يجوز، هذا اعتقاد باطل. وضع الكفرات فوق البيوت لدفع العين هذا اعتقاد شرك، لا يجوز هذا. العين تدفع بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى وبالورد، ما تدفع بالكفرات، كفرات السيارات. نعم.